السلام عليكم الغزالات ديالي، لاباس عليكم؟ كيف دايره؟ مع الصحه. نتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في احسن الظروف، صحه جيده ان شاء الله يا رب. وكنتمنى للناس الجداد اللي مازال ما التحقوش بالقناه يلتحقوا بالقناه، مرحبا بهم على الراس العين، ويديروا الاشتراك، يديروا لايك، ويخليوا تعليق، لان التعاليق ديالكم كلها في الصراحه كتعطيني واحد الطاقه، ما نقولش لكم عليها، وهي اللي كتخليني دائما نقلب لكم على الجديد. والحاجه اللي كتكون سهله كنبغي نعطيها لخوتي وخواتاتي لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. ونتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، ويلاهو معايا نمشيو كاملين جميع ان شاء الله نوجدوا واحد الغديوه غزاله وفي نفس الوقت صحيه. كيف ما كتشوفوا معايا راني وريتكم الشرموله ووريتكم السردين. اليوم غادي نقليو السردين بدون زيت، كيجي رائع وصحي 100%. المهم كيف كتشوفوا معايا الشرموله هنايا، راه درت فيها القزبر والمعدنوس، درت فيها واحد ثلاثه الفصوصه ديال الثومه، حتى ربعه، المهم حسب الكميه اللي عندك ديال السردين. درت معلقه ديال الكمون، معلقه ديال الفلفله الحمراء، وشويه زيت الزيتون، والهريسه كتبقى اختياريه. صافي، وكنعصر فيه واحد نص حامضه. كنجيب السردين هنا ديالي من بعد ما غسلته وقديته وخليته حتى نشف، كنديرو في واحد البلاطو على هذا الشكل هذا. المهم هاد الطريقه البنات راه كتجي ساهله، فاش كنبغيو نديرو ليه شرموله كيجينا ساهل. وحتى الطريقه اللي كنت كندير معاكم كنديرو هكا، وكنخلط شويه الكمون وشويه ديال الملحه والبزار، كنديرو حتى هو تيجي غزال، تيجي على بلا ما ديري هاد بلا ما ديري هاد الشرموله. المهم كل واحد وشنو كيبغي. صافي، من بعد ما قديت السريدينات عمرتهم قديتهم، كنجيب واحد المقله كندهنها بشويه ديال الزيت، مقله ثقيله ولا طاوله الفران، المهم داكشي اللي عندك، او صينيه. صافي، كندير هنايا عندي هنا الفين، وما غاديش ندير الدقيق الابيض او الفورص. غنضيف ليه واحد المعلقه ديال الكمون، وغادي نضيف ليه واحد طريقة البزار، المهم راس المعلقه ديال البزار، والملحه كتبقى حسب الذوق. هذه كتعطي لهداك الفين واحد الطيبه، واحد اللذه، كيجي رائع 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 بزاف. نتمنىكم البنات تجربوه. صافي، كنستف الحوت ديالي في المقله على هاد الشكل هذا، وكندوز هنايا كنصاوب واحد الزعلوك، كيجي خطير البنات، كيجي رائع، كيجي زوين ولذيذ لذيذ بزاف. هاد الزعلوك ما غاديش ندير فيه اليوم الثومه، كيجي رائع. المهم درت جوج دنجالات، ودرت فلفله حمراء، فلفله خضراء، مطيشه قطعتها بالزريعه ديالها ما حيدتهاش لها، ودرت واحد جوج فلفلات حارين. صافي، وحطيتها فوق النار. وهنا دزت سلقت الخوخ مع شويه الملحه والماء. من بعد ما كنسلقو كنحيد له داك هذاك الشعر اللي كيكون عنده لداخل، كنحيدو له. صافي، وكنخليه. غادي ندوز باش نوجد ليه واحد الصلصه، حتى هي كتجي غزاله، وقلت علاش ما نشاركهاش مع خوتي وخواتاتي. صافي، كندير هنايا شويه الكمون على حسب القوق اللي عندك، على حسب الكميه. انا درت هنايا نص معلقه ديال الكمون، كنعصر فيه نص حامضه، وكندير شويه الملحه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو ريحه البصله، كتشدي واحد البصيله كتحكيها وكتخليها ترقد في داك الحامض حتى كتطلق ديك الريحه ديالها. صافي، من بعد كتصفي داك الحامض، عاد كتخلطي معاه الكمون وشويه الملحه، راها كتجي رائعه، وكيجي زوين بزاف صراحه. كيحمقني انا في هاد الوقيته د القوق، انا كندوق. صافي البنات، كيف ما كتشوفوا راني وجدت دابا سميتو، غادي نتسنى عليه الحوت يطيب لي في الفران. نجبدو سوا من الفران، وملي هاد الوقيتات الشارة كتوجد هاد الخضروات الخضراء، علاش ما نستافدوش منها؟ كتكون طريه بلا هاديك الخضروات اللي كنديرو في المجمد. كيف ما كتشوفو الحوت وجد، راه كيجي مقرمل. هنا وجدت شلاضه، قطعت البصله ومطيشه، الزعلوك ديالي ها هو تا هو وجد. يعني صافي، خصني غير نقاد
كيفما كتشوفوا هذه هي الغديوه، كانت بعد ما قعد ديزو كيجي هاد السردين راه كيجي خطير البنات والله القسم. نتمنىكم تجربوه، رافقتو مع هاد الشليطه ديال البصلو مطيشه، زينته بواحد زويتينات كحلين صافي. القوق ديالي هو ولاصوص ديالو ها هي، والزعلوك جا خطير البنات، جا زوين بزاف. نتمنىكم حتى نتوما تجربوه. كيف قلت لكم راه ما درت فيه حتى شي حاجه، درت فيه غير شويه ديال الزيت وشويه ديال الفلفله الحمراء والملحه، وحتى الطابع اللي درت له الكمون، يعني حتى حيتهم فوق النار درت له الكمون، جا رائع وجا غزال. وما درتش له الصراحه، ما درتش له ثومه صافي. ومن بعد ما غادي نتغداو غادي نغسلو ضروري الميعنات، وغادي نبدلو حويجاتنا، وان شاء الله غادي نخرجو نتساراو. شحال هذه الصراحه ما خرجت، غادي نخرجو نتساراو. وهانتوما معايا حتى الاخر ديال الفيديو. المهم خرجنا سقدينا شي حاجه، هانتوما معايا خدينا شي حاجه، هانتوما معايا مشيت لشي محل وصورت، راكم معايا. المهم هانتوما فين ما كنت هانتوما معايا. في الصراحه غادي راني كنصور دابا هكا في الطوموبيل، و الا دخلت لشي محل نصور لكم، اما على برا راني ما نقدرش نصور لكم من اللي كان مشى لي التليفون. الصراحه ما نكذبش عليكم، ولات عندي واحد الفوبيا، وليت كنخاف بزاف من انني نصور على برا ولا هادي، ما بقيتش كنقدر. خاص حتى يكون معايا شي حد عاد نقدر نصور، وهكا خاصني نبقى حاضيه من هنا ومن هنا. وانا واحد السيده اللي كنسى راسي، ما نكذبش عليكم كنسى راسي، ما كنبقاش يعني ما بقاش حاضيه من هنا ومن هنا. صافي كنت غادي عادي ماشي، وهذا مكان لان هذيك المره فاش مشى لي التليفون كان كنت صورت فيه به الناس في المدينه، راني كنت عاودتها لكم وقيلا، نعاودها لكم. وبقى محاضيني حتى مشيت قضيت شغلي تقريبا ما نقولش لكم واحد ساعه الا ربع، وبديت راجعه وجبت التليفون وهضرت فيه وهكاك، وراه باقي عندي التليفون. كيفاش دار لي حتى خطاه ما حسيتش بيه، بحال ما عرفتش شنو دار لي، اقسم لكم بالله اخوتي. المهم كنقول لكم اللي عنده شي تليفون يحضيه يحضيه، عرفتو مشاو ليا فيه بزاف ديال لي فيديو، ما تقريبا شي 225 فيديو كانت ليا مشات ليا فيه، ولكن ما ماشي مشكل. المهم هذيك علماتني دابا ما كنقدرش نصور على برا، المهم كانت شي بلاصه مامنه راني كنصور فيها، ما كانتش راه ما نقدرش نصور لكم فيها البنات. وهذا مكان كيف ما كتشوفوا، المهم راني كنهضر معاكم كنعاود لكم شنو كاين باش ما تملوش من هذا الفيديو. ما بغيتش ندير لكم موسيقى. صافي كما كتشوفوا حنا وصلنا للمدينه، وصلنا جينا عند واحد المحل كيدير هنا هاد التوابات ديال الظلام ديال السدادر. كيف ما كتشوفوا معايا هاد الثوب هذا ديال ليكويت، دارو هكا مصايب عرفتي غزال كيحمق، الصراحه عجبني انا بزاف. وجينا كانت ماما بغات تاخذ واحد العبار ديال غتاخذ واحد العبار ديال طلامباس، الساعه ما جابتش العبار، قالت لكم ما متاكداش من العبار، قلنا انها ماشي مشكل مره اخرى ان شاء الله. التوابات رخاص البنات، زعما اللي ما بغاش يبدل وصافي. شوف هاد المبرة هبطوها كانت 320، هبطوها لميتين درهم، غزالة كتحمق. شوفوا الباج ديالها والكري، اما هاد المبرة هادي ديري لها غير 70 درهم. المطارد ديالها والزرق خطيرين البنات، وحتى هاد الكرونة ديالها هانتوما كيفما كتشوفو معايا، غزالين غزالين التواب. وفي الصراحه الاثمنه مناسبه ورخيصه، قلت علاش من ملي جيت شفت هذا الشيء، الصراحه عجبني بزاف وعجبوني، عجبتني حتى الاثمنه ديالهم. ها انتم ثاني هادو اللي كيبغيو هاد الالوان هادي، هاد المطاط وهاد هاد التركوا حتى هو زوين غزال حتى هو. شوفوا هاد الخديه مخيطه سامبل،
هاد الخدية المارو اللي وريتكم خيطة سامبل جات غزالة. المهم راه هاد المحل كاين فيه الفوق والتحت، انا اكتفيت غير بالتحت. كيبيع زعما لجميع انواع الافرشه، من الخدادي، من كيصوب ثاني عنده المعلمين كيصوبوا هاد الشيء ديال الكويت، كيخيطوا لك طلامط الخدادي وداك الشيء سامبل وزوين وكيحمق في الصراحه. شوفوا هاد الخدية، هاد الحمراء، هاد حتى هي زوينة بزاف، ولكن حمقتني انا هاد الصفرة، هاد الصفرة خطيرة البنات. وديري اللي غير هاديك يعني هاديك السفيفة جات زوينة، والمعاملة ديال هاد الناس الله يعمر ليهم سلعة. قلت له هاد اللون هذا كيجي، قال لي بلاتي احسن انا نقادو لك، وعطاني واحد الفكره في الصراحه، يعني قربني من الثوب مفرج غزال وزوين. يعني واخا نبغي انا يعني واخا نبغي انا نماري هاد الالوان، ما غاديش ندير لهم بحال الشكل اللي دار لهم هويا. صافي شفنا هاد الشيء زوين الصراحه وعجبنا بزاف، وصافي المره اخرى ان شاء الله يكون عندنا العبار هو هذاك، ونشارك معكم الى خدينا نشارك معكم. المهم ما خدينا حتى شي حاجه، ضربنا دويره ورجعنا بحالنا. صافي رجعنا شدينا الطريق، غادي نمشيو للدار ان شاء الله. وكنقول لكم البنات، بالنسبه للبنات اللي جداد ولا اللي باقي ما التحقش بالقناه، كنقول لكم دخلوا ديروا اشتراك وديروا لايك وخليوا لي تعليق. كيف ما كنقول لكم دائما التعاليق ديالكم راها كتعجبني، سواء سلبيه ولا ايجابيه، والحمد لله نتمنى نعجبكم ونكون عند الحسن الظن ديالكم ان شاء الله. كنقول لكم ما سخيتش بكم، كنبغيكم بزاف. شكرا على المتابعه، إلى اللقاء، فيديو جديد إن شاء الله.